اولا جمهوريه مصر العربيه الشقيقه ضيف الشرف وجد سعيد أعتبر أننا أمام حدث ثقافي بامتياز وحدث ثقافي استثنائي بالنظر إلى العرض الثقافي المعروض وكذلك الفضاء للنقاش الموجود في هذا المعرض. طبعا هناك أكثر من 45 دولة مشاركة، أكثر من 300 باحث ومبدع ومثقف وفنان وكاتب، يعني أكثر من 700 كتاب جديد معروض في هذا المعرض. ضيف الشرف لهذه السنة هو جمهورية مصر العربية الشقيقة بالنظر للعطاء التي أعطته العديد من المثقفين والمبدعين والكتاب المصريين للثقافة العربية وكذلك للعالمية. نحن ما أحوجنا لهذه المرحلة في ظل التغيرات التكنولوجية إلى غير ذلك، ولكن يبقى الكتاب حاضرا لدى المواطن سواء المواطن العربي أو المواطن العالمي، وبالتالي هذا يندرج ضمن إعطاء مكانة متميزة للثقافة. ومن المرتكزات الأساسية للثقافة هي القراءة، والقراءة مرتبطة بالكتاب. العديد من الكتب ديال الكتاب والكتباء والشعراء المصريين. احنا سعداء بهذا الاختيار ان جمهوريه مصر العربيه هي ضيف الشرف لمعرض الكتاب بالمغرب، وده بينم طبعا على العلاقات الوطيده والعميقه والقديمه جدا ثقافيا وفكريا واجتماعيا ما بين الشعب المصري والشعب المغربي. فطبعا احنا كوفد مصري سعداء جدا بحضورنا في هذا المعرض وان احنا مدعوين كضيف شرف للمعرض. ما فيش شك ان في تطور وفي ثورات الكترونيه غير عاديه حاصله وحداثه الكترونيه عظيمه جدا، لكن انا برى ان الكتاب ما زال هو الحقيقه يعني من اعظم السبل والوسائل لتوصيل المعلومه والفكر، واحنا كشعوب عربيه اتربينا وعشنا على هذا المفهوم. وكل المعارض اللي موجوده اذا كان في مصر، لان حاليا في مصر بيوجد معرض الكتاب الدولي بينتهي ان شاء الله في خلال يومين، وان احنا النهارده بنشهد هذا الحدث هنا، فبنقول ان احنا يعني كل المعارض اللي تقام في كل معظم الدول العربية الآن أكيد بتأكد هذه المعلومة إن مازال الكتاب هو أعظم وسيلة لتوصيل أو يعني توضيح الفكر والأدب والثقافة في معاني كتيرة جداً.